اهلا بحضراتكم من جديد وموجودين معاكم من مدينه العلمين الجديده احتفاء بانطلاق مهرجان العلمين. والحقيقه انه احنا يعني واحنا بنبتدي الحلقه يعني يمكن شغال احد اهم الماتشات هنا في المهرجان، ولانه الحقيقه كره القدم هي لغه يعني العالم كله، وهي الساحره المستديره واللغه اللي بيتكلم بيها العالم كله شرق وغرب وشمال وجنوب. فالكوره هنا حاضره وبقوه في المهرجان في تاني ايام مهرجان العلمين. يعني عندنا ماتشات ل يعني نجوم الجيل الذهبي اللي وجودهم هنا بيحمل الكثير من الذكريات الحقيقه، لانه يعني هم بيمتلكوا الاقدام الذهبيه، بيمتلكوا الاهداف اللي محفوره في ذكريات الجميع. صورهم وبوستراتهم يمكن كانت بتزين وما زالت تزين غرف الشباب من الجنسين. وجودهم هنا في مباريات داخل مهرجان العلمين حدث جميل الحقيقه، والواحد واحنا بنبتدي الحلقه وسامعين التشجيع والحفاوه اللي موجوده في استقبالهم والحماس اللي موجود في الملعب والتشجيع هناك مهم جدا، مهم جدا ان احنا داخل مدينه العلمين يكون عندنا بنيه تحتيه قويه تستقبل الاحداث الرياضيه اللي على هذا المستوى العالمي. وهنا بتيجي اهميه مهرجان العلمين. والحقيقه انه انا يعني مش عايز اطول على حضراتكم في الكلام كتير، وانا كمان عايز اعرف نتيجه الماتشات وصلت لحد فين، ونروح نستمتع بيعني الانتصارات وحلاوه التشجيع، ونذهب الى مباراه الكبار، مباراه الجيل الذهبي. محمود جميل مراسلنا موجود هناك، وانا طبعا بحسدك يا محمود، انا يعني عايز اسيب الهواء وانزل اشجع معاك واستمتع بالمباريات دي. لو تقول لنا كده يعني احداث المباريات وصلت لحد فين، وانا عارفه انه في يمكن كابتن عصام الحضري وكابتن احمد حسن وكابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل ومجموعه كبيره من نجومنا، يعني ما اقدرش انسى حد. قول لنا كده اخر النتائج وصلت فين. مساء الخير يا هدير، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. والحقيقة زي ما انت بتقولي احنا كلنا هنا بنشجع طبعا النجوم والابطال، كل واحد طبعا بيشجع بقى اللاعب المميز اللي بيحبه. والحقيقة احنا النهاردة يعني رجعنا كده لاجواء امم افريقيا 2006 و2008 و2010، والحقيقة الاجواء اللي هنا كلها حماسية وكلها اجواء من التشجيع. خليني اقول لك نتيجة المباريات. اولا طبعا انتهت خلاص مباراة كابتن أحمد حسن وكابتن محمد فضل بفوز فريق كابتن محمد فضل 10-9 على فريق كابتن أحمد حسن في ضربات الجزاء. وخلينا أقول لك إن الفوز ده جه الحقيقة بعد صعوبة، لأن الفريقين كان في فرص طبعا وهجمات مرتدة ما بين الفريقين، وكابتن أحمد حسن كان متألق طبعا بفريقه، لكن كابتن محمد فضل قدر ان هو يتغلب وطبعا يحقق التعادل تقريبا في الدقائق النهائيه. الماتشات هنا عباره عن اربع فرق بيلعبوا، كل فرق يعني كل ماتش عباره عن ثلاث اشواط، الشوط حوالي 12 دقيقه. فطبعا في نهايه الشوط الثالث كان فوز فريق كابتن محمد فضل بهذه النتيجه. خلينا اقول لكم بقى الماتش اللي وكان فيه طبعا تشجيع كبير جدا من الجماهير لكابتن عصام الحضري طبعا وكابتن امير عبد الحميد في حراسة المرمى، فكان في تشجيع كبير جدا من الجمهور. عايز اقول لكم ان تقريبا النهاردة المدرجات مليانة غالبا، يعني كل الشباب موجودين، كل الاسر موجودة، كل عشاء الكرة والرياضة ومحب كل اللعيبة اللي موجودة موجودين بيشجعوا النهاردة كل الفرق اللي موجودة. وده طبعا بعد الحجز على طريق موقع تذكرتي، فبالتالي بيقدروا يدخلوا ويتابعوا كل الفعاليات اللي موجودة النهاردة. خلينا اقول لكم بقى الماتش اللي شغال دلوقتي والشوط الاول لفريق كابتن حسام غالي وفريق كابتن حازم امام. والحقيقه الفريقين يعني في هجمات من اول الفريق، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الاجواء كلها حماسيه والنتيجه 0-0 حتى الان. وهو يعني كابتن عماد متعب تقريبا يعني ضيع فرصه مهمه جدا هنا في الملعب. خلينا اقول لكم فريق كابتن حسام غالي في مين؟ كابتن حسام غالي كابتن وليد سليمان، كابتن محمد ناجي جدو، كابتن سيد معوض، كابتن عماد متعب، وفي حراسة المرمى امير توفيق، كابتن حازم امام وفريقه، هلا في كابتن جمال حمزه وكابتن محمد ابو العلا وسيد معوض وعبد الستار صبري واحمد مجدي ومحمد حازم في حراسه المرمى. فخليني اقول لكم ان الاجواء هنا كل طبعا الناس بتشجع، كله موجود، كله فرحان طبعا بالاجواء اللي موجوده، خاصه ان احنا هنا يعني موجودين في شاطئ من
من أجمل وأحلى الشواطئ في مدينة العالمين الجديدة، لأن بنتكلم إن الشاطئ ده تحديدا بيتوسط ما بين طبعا الأبراج اللي موجودة في مدينة العالمين، لأن احنا بنتكلم على 15 برج موجودين في مدينة العالمين، وما بين طبعا شاطئ البحر المتوسط اللي بيتوسط اللي بتتميز بيه مدينة العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم كمان إن احنا كان لنا النهاردة يعني قبل بداية المباريات تحدي الجيل الذهبي كان لنا بعض طبعا اللقاءات والكلام مع النجوم المشاركين. كابتن محمد فضل يعني عبر عن فرحته الشديدة بوجود في مسابقة أو يعني مهرجان العالمين، وإنه يكون في مباراة تحدي الجيل الذهبي. طبعا الفعاليات هتستكمل اليوم، احنا لسه دلوقتي في الشوط الأول لفريق كابتن حسام غالي وكابتن حازم إمام، وأعتقد المباراة هتكون صعبة وفي تشوق وتشجيع كبير، الناس مش هتمشي لحد ما يشجعوا لآخر لحظة ونعرف النتيجة هتكون إيه، وأكيد هنتابع معاكم كل التفاصيل اللي موجودة هنا من هذه المنطقة وأحد الشواطئ في مدينة العالمين الجديدة، ومتابعة جيل التحدي الذهبي اللي هيستكمل بكرة بمباراة الفاينل وتحديد المركز الثالث والرابع. دي الأجواء من هنا في المباريات تحدي الجيل الذهبي يا هدير، وبرجع لك مرة تانية. شكرا ليك يا محمود، ويمكن انا يعني لاسباب تقنيه مش سامعه محمود كويس، لكن الحقيقه انا سامعه من هنا تشجيع الناس وسامعه يعني بينادوا باسامي اللعيبه كابتن جمال حمزه وكابتن عماد متعب، وسامعه تشجيع قوي جدا وحضري، وسامعه اجواء يعني ممتعه الحقيقه، واكيد يعني كلها يعني تحمل الناس كتير من البهجة، لأن الكورة دايما بتفرح قلوب المصريين، ونجومنا في الكورة المصرية هم نجوم الوطن العربي ويعني نجوم عالميين. والحقيقة أنه يمكن الجيل ده على وجه التحقيق على وجه التحديد علمنا مسألة أنه الرياضة أخلاق، والكلام ده ما كانش شعارات، الكلام ده كان ممارسات بنشوفها. فيعني وجود مباراة لهذا الجيل الذهبي مهم جدا داخل أحداث مهرجان العالمين، والحقيقة يعني مستمتعين بوجودنا في حضرة هذه المباراة، وبالتأكيد هننقل لحضراتكم كل الأجواء والأحداث، وكمان نعرف مين الفريق الفائز. وأكيد استمتعتم مع محمود جميل بهذه الأجواء من داخل المباريات.